مين؟ أنا حسين. عايز إيه حسين؟ بدور على أبوي. ولاد الحلال قالوا لي أبوي هنا. مين أبوك حسين؟ أبوي بكري. أنت متأكد إن أبوك اسمه بكري؟ حديتوها أنا أبويا سيدنا الأستاذ. آخر مرة شفت فيها أبوك إمتى؟ ما شفتوش واصل. لكن أول عم محمدين مطب البلد وقال إني شاف واحد شكل أبوي، جيت أشوفه وأطمن بنفسي. وعرفت منين إن أبوك هنا في المدرسة؟ لفيت عليه السلوم كلها، ولاد الحلال دلونا على هنا. معاك بطاقة؟ أيوة أمال. طب أشوفها لو سمحت. عشان هي وبتاع هي تشوفها. حضرتك ضابط؟ بطل غلبة، وريني البطاقة. معاك سلاح؟ السلاح ما يلزمناش يا حضرة. طب اسمع، خليك واقف هنا ما تتحركش. اوعى تتحرك لغايه ما ارجع لك. امرك. بكري بكري اصحى بكري. عندي لك مفاجأة. في ايه يا استاذ هاني؟ ابنك حسين بره وعايز يشوفك. جري يا راجل مجنون انت. ايه حصل ايه؟ ابعد الهبابة دي عني. بقول لك ابنك بره وعايز يشوفك. جالك منين ابني؟ شفت البطاقة بتاعته واسمه حسين. شبهك بالظبط. ارمي السلاح ده وقابل ابنك. اسمع بكري، ما تخليش الخوف اللي جواك يقتل كل حاجة حلوة، حتى العواطف. تعال يا حسين. راجل وعنده عيلين يا ابوي، بكري وبكريه. زين زين يا ولدي زين، انت اللي لحت نام بحضني. اسمع يا ولدي، اول الفجر ما يطلع على الدنيا تاخد بعضك وتسافر. كل اللي يسالك عني قول له اني بخير وصحه وعافيه. امي قالت لي اوعاك ترجع إلا أبوك في يدك. حسين يا ولدي، أبوك لسه بصحته وعافيته، الحمد لله لسه عقله ما اختلش عشان تاخده في يدك. أنا بعد ما شفتك يا ولدي قلبي اطمن والخوف ضاع مني. يبقى نسافر. سافر يا أبوي. لا يا ولدي، أنا عشت هربان السنين الطويلة دي كلتها عشان احرمك من ورث الدم. رجوعي ما عادش له لازمه بعد احلى ايام العمر ما ضاعت. سافر يا ولدي سافر، ان كان فيه نصيب للرجوع اكيد هرجع. مفيش حد يا ولدي يقدر يهرب من المكتوب. طالت